اليوم كنبغي نذكر بعض النقاط اللي كتعلق بتوقف نشاط مول الحفلات على مزاولة العمل ديالهم. ما يخفاش عليكم من تداعيات كورونا على قطاع الحفلات تداعيات جد 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 سلبية جدا، نظرا لما آلت إليه أوضاع جل العاملين بعض القطاع نتيجة امتثال للأوامر أوامر السلطات لتطبيق الحجر لتطبيق الاحترازية الإجراءات الاحترازية للحيلولة دون تفشي وباء كورونا. وما نجم عن هذا الامتثال هو توقف الكامل لنشاط تمويل الحفلات اللي ما يخفاش عليكم اليوم اللي كيشغل واحد عدد كبير ديال اليد العاملة والناس اللي هما عندهم علاقة بهذا الميدان هذا. التداعيات ديال هذا الامتثال الأوامر ديال السلطات خلينا اليوم كنعيشوا البطالة، كنعيشوا أوضاع مزرية ديال الناس اللي هما مشغلين والناس ديال اللي كيعملوا في هذا القطاع من يد عاملة ومن المساعدين ومن سائقين ومن طباخين إلى آخره. هذا لأنه هذا القطاع تيشغل واحد عدد كثير ديال الناس في عدة شعب متفرقة. اليوم كيعيشوا البطالة نتيجة هذه الظروف هذه. كنشدوا السلطات نظرا لهذا الامتثال اللي حنا طبقناه وجل العاملين طبقوه باش تشوف من حالنا ومن حال هذا القطاع هذا، لانه اليوم الناس كتعاني بزاف، ما بقاش موارد قهر، ما بقاش اللهم اذا بعض الامور اللي هي كانت تدخلت فيها الفيدراليه في شخص السيد الرئيس التنفيذي سيدي محمد سليمان رحال اللي هو كنشكره من هذا الباب لانه بذل مجهودات جباره مع اعضاء المكتب التنفيذي في اطار تفعيل بعض الامور كاستفاده من الدعم اللي داروا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللي حددوه في 2000 درهم كمساعده شهريه اللي كانت تتقاضاها في 3 اشهر الاولى وتم استرجاعها في 3 اشهر اللي هي اللي من شهر 9 ليومنا هذا. واليوم راه كيتسناو الناس العاملين بهذا القطاع الاستفاده منها لانه باقي ما تصرفاتش لهم. وهذا من باب الثاني واللي هو مهم جدا، كنناشدوا السلطات وكنناشدوا الحكومه باش يكون هناك واحد الدعم مباشر مادي، لان الانسان اليوم ما بقاش عنده مورد رزق قهر، والسلطات هي اللي فارضه التوقف على العمل يعني تحت الاكراه بداعي المحافظه على تفشي عدم تفشي وباء. وهذا الشيء راه حنا واعين به وعارفينه لانه كيمس بحبيله كمواطنين اولا قبل كل شيء، يعني صحتنا من صحه وسلامه الناس كاملين. وما علينا الا حنا نشاركوا في هذا الاجراء لانه كيمس بنا كمواطنين كاملين، ولكن كتبقى الاولويه هي اعاده النظر في اعطاء وقت معين على استئناف النشاط ديالنا، لانه الناس كلها كتنتظر فارغ الصبر امتى غادي يستنفوا النشاط ديالنا. وما يخفاش عليكم رجل الناس العاملين في هذا القطاع راهم على حافه الافلاس، الا ورغم بعض التدابير اللي اتخذت كالاستفاده من بعض القروض اللي تتخضع لبعض الشروط اللي ما قدرش كلشي يستافد منها نظرا اللي ما كيستوفيش الشروط ديالو، راه تحت البطاله معرض للافلاس. هادشي راه كنبقاو نعاودو نقولو شحال من مره. اذا ما خصنا دعم مباشر من الدوله، دعم مادي مباشر اللي على الاقل نحافظوا على الانفاس ديالنا باش تسترجعوا العمل والعوده للعمل. على الاقل تكون هناك واحد يكون عندك واحد النفس باش تعاود ترجع للعمل. ما الا اذا استمر هذا الوضع على ما هو عليه، راه القطاع يعني الا استمر مثلا من هنا لقدام راه القطاع كنقدروا نقراو عليها صلاه الجنازه ونقولوا الله يرحمه، لانه الوضع ما بقاش كيقدر يستحمل واصبح لا يطاق. وهذه الامور اصبحت واضحه من خلال الوقفات اللي حاولوا بعض الاخوان يقوموا بها خارج على الاطار ديال الفيدراليه وخارج على بعض التنظيمات الاخرى اللي هما حاولوا تاهما يديروا جهد ديني يوصلوا الصوت ديالهم
الجهات المختصه ويحاولوا يوصلوا المعاناه ديالهم ويشرحوا الامور ديالهم، لان الا بغينا نحصيو اليوم العدد ديال نحصيو الخسائر ونحصيو العدد ديال الناس اللي هما متضررين، وهذا رقم كبير ما يمكنناش نضبطوه دابا، لانه يفوق 3 ملايين او 3 ملايين ونصف الى 4 ملايين ديال الناس اللي هما كيشتغلوا في هذا القطاع، من يد عامله، من مشغلين، من 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 من, من اطر هي مشاركه في هذا العمل هذا. ومن هنا كنقدروا نعطيو تقديم على بعض الخسائر اللي شافوها الاخوان، راه بعض المنابر الاعلاميه تناولت هذا الشيء عبر الهيئة الرسميه والغير رسميه والالكترونيه والجرائد، راه كل شيء كيتناول هذا الموضوع هذا، لانه من اكثر القطاعات اللي هي متضره واللي هي مهدده بالافلاس واللي كتشغل واحد العدد كبير ديال الناس، وهاد الناس راه متعرضين للبطاله. اذا لازم ما الدوله تاخذ بعين الاعتبار وتاخذ قرارات جريئه وتكون قرارات صائبه كتصب في انقاذ ما يمكن انقاذه. لان اليوم ما بقاش كنظنش الا زاد هذا الشيء هذا غيبقى يمكن له تكون شي عمليه ديال الانقاذ، الا ما كانت واحد التكتل واحد الدعم ديال الدوله اللي يمكن تاخذ بيد هاد الناس هادو وتعاونهم باش يمكن لهم يبقاو على قيد الحياه من ناحيه ديال الدخل ديالهم، ومن ناحيه ديال اعاله الاسر ديالهم وديال الناس اللي كيخدموا معاهم. كنزيد نشد السلطات وناكد على هذه النقطه هذه، لانه اليوم الوضع راه اصبح جد خطير، وهذا الشيء راه حنا كنتواصلوا فيه دائما مع الاخوان ديالنا عبر المكاتب والفروع الاقليميه والجهويه ديال الموينين ديال الفدرالي المغربي والحفلات. والكل راه عنده تقريبا عبروا المملكه، كل شيء عنده نفس الاكراه وعنده نفس الهاجس ديال الموعد ديال الرجوع للعمل، والدعم اللي غادي تقدر توفره الدوله لهاد الناس باش يمكن لهم يبقاو على قيد الحياه في هذا الميدان هذا اللي هو كيشغل عدد ديال الناس. كنبغي نوجه النداء ديالي مره اخرى ونأكد على هذه المسألة هذه، لأنه راه ضرورة مليحة. ما نخفاش عليكم، كما كنا في صدد إعداد لقاء تواصلي ديال المكتب الإقليمي ديال مدينة الدار البيضاء الأسبوع الفارض، وعلى هذا الهامش ديالو كان تأجل نظرا لكثرة العدد اللي عندنا، والسلطات ما صرحاتش لنا وما رخصاتش لنا باش يكون التجمع نظرا اللي كثرته، وامتثلنا لهذا الأمر هذا ولغينا التجمع لقاء التواصلي الأول ديالنا. واليوم احنا عوضناه باجتماع مصغر ما بين اعضاء المكتب اللي تناولنا فيه بعض النقاط في هذا الاتجاه هذا، وناقشنا فيه بعض النقاط اللي كتعلق بالبرنامج السنوي العام ديال الفيدراليه وميثاق القانون الداخلي ديالنا ديال المكتب القانوني، لانه هو بصيد يلاه بصدد التاسيس ديالو، عنده يلاه في العمر ديالو تقريبا شهرين، سيرا على النهج اللي خلاته الفيدراليه المغربيه والحفلات بقياده السيد محمد السليمي رحال اللي مشكور على المجهودات اللي كيقوم بها، واللي دائما كيحاول وجاد كل الجهد ديالو وكل الامكانيات ديالو مسخره في سبيل باش ترجع العمل ديالنا، نرجعوا للعمل ديالنا وتكون عندنا استفاده من اول تدابير اللي غتاخذ الحكومه اللي تكون في صالح القطاع. وشكرا لكم جميعا، وكنبغي نشكر هذا المربع الاعلامي على التواصل ديالو معنا، وتحيه لكم جميعا، تحياتي لكم.